ما اتوصفتش في الدنيا، ليها مواقف يعني ايه، مواقف انسانيه الحقيقه ومواقف خير، بس انا مش هقدر اقولها لان هي بتحب تعمل الخير يعني من غير ما تعلن عنه، بس انا من الشهود على الخير اللي هي بتعمله. العظيم بقى، العظيم بقى انها ست بيت ما فيش منها اتنين، طباخه. انا شخصيا دقت البط اللي بتعمله، ما دقتوش مثلا في بلدنا يعني حاجه كده. وهي ليها كمان فيديوهات على السوشيال ميديا وهي جوه مطبخها بهدوم بيتها بتطبخ بايدها. فمعانا الأمرايا النجمه الكبيره وفاء عامر، عارفه كتير عليا، والمصحف ما كتير كله وحياة ربنا كله، وانتي الممثله العظيمه حبيبتي وانتي ست البيت المحترمه. الله يكرمك رواق يعني بجد، احنا بنتعلم من اخلاقك يا رب. يسعد قلبك يا وفاء. في حاجات كتير الناس ما تعرفهاش، وانا عارفه ان انت مش هتحبي نقولها على الهواء، ومش هقولها مش هقولها. ربنا يكرمك ويزيدك خير، لان اللي عملتيه كمان الفتره الاخيره مع ناس اعرفهم يعني. الله يكرمك، الله يكرمك ويبارك لك في ابنك يا رب يا رب. طيب قولي لي بقى يا وفاء، اول سنه جواز بالنسبه لبناتنا الجداد اللي لسه متجوزين بتبقى سنه صعبه جدا جدا، وبيحصل مشاكل. ما هو ثانيه واحده وفاء، اخواتي اللي في الكنترول بيطبخ النار مش شغاله والله العظيم اهو، ما بس ده يستوي يعني اعمل ايه؟ اهو ابتدى، ها يعني هيبتدي ها. فيا فوفو قولي لي، ننصح بناتنا الصغيرين اللي لسه متجوزين جديد ازاي تحافظ على بيتها وتخلي الكيان ده يستمر ان شاء الله العمر كله من غير ما يحصل مشاكل بينها وبين جوزها؟ من اول دقيقه الولد والبنت بيقرروا انهم يتجوزوا، لازم الاول يبقى اوضه النوم هي اللي فيها كل الحاجات. ايوه يعني ما اشتكيش لماما مثلا، لبابا، لا لا لا، ما فيش ولا بابا ولا ماما، هو بابا وهي ماما وهي مامته وهو باباها، يشتكوا لبعض من بعض البعض. تمام. يعني انا مثلا انا لما ازعل مع جوزي امي ما تعرفش، لو جوزي حتى ما جاش البيت اكذب عليها واقول لها انا هقوم اطبخ عشان محمد جاي في الطريق، ويبقى ممكن مش جاي. ايوه محدش يعرف حاجه عن حد، لان المساله بتكبر والكرامه بتنقح قوي لما حد بيتدخل في الموضوع. وساعات بيبقى لو في مشكله ما بين الولد والبنت او الراجل والست بتكبر اكتر لما بيبقى حد داخل من غير قصد يقول كلمه او يوصل كلمه مش مظبوطه. طيب انت كماما بقى، وربنا يحمي لك يا رب عمر ما شاء الله تبارك الله ونعم التربيه يا حبيبتي، ربنا يبارك لك فيه يا رب. لو جالك يا ماما انا عايز، هو لسه صغير طبعا لسه يعني عشان عمر ما يستعبطش يقول طنط نشوى قالت، لو قالك يا ماما انا عايز اروح اخطب طنط، انت عارفه احنا ما عندناش طنط بنادي بالاسامي. لو قالك يا ماما انا عايز اروح اطبخ اخطب، ايه الشروط اللي انت كأم هتبقي حريصه ان انت يعني تنصحي ابنك انه يختار شريكه حياته على اساسها؟ اولا لازم تبقى، ما يهمنيش انها غنيه او فقيره، يهمني انها متربيه ازاي، يعني حتى لو مستواها مثلا المادي يعني اقل من ابنك فمش مشكله. لا ما عنديش مشكله، تمام، كلنا فقراء الى الله. لو بنت ناس اصله وطيبين ومعلمين بنتهم كويس يعني ايه راجل ويعني ايه بيت ويعني ايه اسره ويعني ايه احترام، ما عنديش اي مانع. يمكن بعض الطبقات هتثور على المساله وتقول لا ولازم بتاع، لا انا بالنسبه لي بنت الناس او بنت ناس هي بنت الناس اللي علموها ازاي تبقى محترمه وتحترم جوزها وتحترم بيتها، تمام، وتكون عرض وتبقى امينه، بحيث ان لو جوزها مثلا عنده ظروف مثلا في حاجه او كده ما تفضحوش. اصيله صح. تمام. طيب انت من انصار ان الشباب يتجوزوا بدري ولا يتأنوا والسن لو اتاخر شويه مش مشكله؟ كان زمان كان الناس بتتجوز وهم صغيرين قوي وبسرعه وعايزين مش عارف ايه لا دلوقتي لازم يتأنى ولازم يعمل مستقبله، لان لما كمان يتعلم ازاي يبني بيت ويشتري بيت ويحافظ عليه هيبقى غالي عليه هدمه، مش هيهدمه بسهوله. تمام يا حبيبتي. وفاء طب انا عايزه اشوفك انت هنا ولا في الساحل؟ انا في الساحل. هجيلك الاسبوع ده لازم تيجي. حاجه عشان ادوق، انا عايزه بط بقى، عايزه بط زي اللي اكلتهولي. احلى بط يتعمل لك انت عارفه. الله يسعدك.
ومحمد بيحبك قد يا حبيبتي. انا عارفه يجعل بيتكم عمار يا رب دايما مفتوح بالخير لكل اصحابكم رب العالمين. حمدا كبيرا كثيرا مباركا. الله يخليك يا حبيبتي لينا ويخليكي لجمهورك اللي بيحبك. الله يبارك فيك يا نور عيني. كتبنا حد مريح نحبه نستفيد منه ومن من الكلام الحلو اللي بيقوله لبناء مجتمع. الله يكرمك الله يكرمك يا وفاء كتر خيرك يا حبيبتي. شكرا الف شكر. لا 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 بقى احنا معانا تليفون كمان مع ست الكل.